سوق نزوة، سلطنة عمان. تعتبر ولاية نزوة من أشهر ولايات سلطنة عمان نظرا لمكانتها بين سائر الولايات الأخرى على مر العصور. وقد أخذت هذه الولاية اسمها الحلي من نبع ماء كان يوجد في وسط المدينة بالقرب من قلعة نزوة الشهيرة، وكان يطلق على هذا النبع عين نزو. وقد انتعشت ولاية نزوة وازدهرت وكثر فيها العلماء وطلبة العلم، وسميت بيضة الإسلام لكثرة العلماء والمثقفين والأدباء والمفكرين فيها. وولاية نزوة مدينة غنية عن التعريف لما قدمته من تراث وتاريخ استحقت معه وصف جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان لها بأنها مدينة العلم والتاريخ والتراث العريق. تقع ولاية نزوة في قلب داخلية عمان في منطقة تسمى الجوف، وتبعد عن العاصمة مسقط حوالي 170 كيلومترا غربا، وتشتمل على عدد كبير من القرى المحيطة بها. وتتصدر قلعة نزوة أهم المعالم الأثرية الموجودة بالولاية، وتعتبر هذه القلعة من أروع وأضخم المآثر الحضارية والتاريخية في عمان، وتعتبر أكبر قلعة في شبه الجزيرة العربية، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 24 مترا وقطرها الخارجي 43 مترا وبها 7 آبار للمياه. تشتهر نزوة بأن بها أكبر الأسواق الشعبية في عمان منذ أقدم العصور وحتى الآن، والحركة التجارية في نزوة ليس لها وقت محدد، فهي متواصلة طوال العام. ويوجد في نزوة سوقان قديمان هما سوق الصنصرة وسوق نزوة الغربي، والذي تم إعادة بنائه بالطابع الإسلامي العماني المميز. وتضم تلك الأسواق كل متطلبات العصر الحديث والكثير من المنتجات المحلية والحرف والصناعات التقليدية، وكذلك المصوغات الذهبية والفضية وصناعة الخشب والنحاس والنسيج والصناعات السعفية.
وقد ظل سوق نزوى على مدى مئات السنين سوقا مميزا يحتضن في تفرعاته وتقسيماته الكثير من تفاصيل البيع والشراء المتبعة في الأسواق التقليدية، فهو يعد أحد أشهر الأسواق القديمة في السلطنة وأجملها من حيث البناء والتنظيم. وقد ساعد موقعه القريب من القلعة في كثرة مرتاديه من مختلف المناطق والبلدان داخل وخارج السلطنة. سوق نزوى واحد من أسواق السلطنة التي ذاع صيتها منذ القدم، وذلك لعراقته وشهرته بين الأسواق. وسوق نزوى القديم المعروف بسوق الصنصرة نسبة إلى المكان الذي يقع فيه السوق، وهي منطقة الصنصرة، يعتبر من أقدم الأسواق، وقام ببنائه الفرس أثناء قدومهم إلى عمان في فترة من الفترات القديمة. ويقول بعض المؤرخين إن تسمية سوق الصنصرة أتت من كلمة سمسرة، حيث مكان البيع والشراء وأصوات الدلالين المرتفعة لبيع الخضروات والتوابل والبهارات وخلافها. وكان سوق نزوى لا يفتح أبوابه إلا بعد صلاة الظهر نظرا لبعد المسافة التي كان يقطعها الباعة والمشترون الذين يأتون إلى السوق للبيع أو الشراء. سوق نزوى عبارة عن عقود كبيرة بلوكات تباع فيها البضائع عن طريق المنادى، ولا يوجد في السوق سوى محلين تجاريين يقعان في بداية السوق، ولا تزال بعض العقود قائمة إلى يومنا هذا. ثم تم تحويل هذه العقود إلى محلات تجارية عديدة بلغت أكثر من 100 محل تجاري. وقد شهدت أسواق نزوى في فترة من الفترات انتعاشا تجاريا وحركة مزدهرة ذاع صيتها بين أسواق السلطنة، وأصبح سوق نزوى أو سوق الصنصرة يضرب به المثل في الأسواق التجارية داخل وخارج سلطنة عمان. ولا يزال أهالي مدينة نزوى التاريخية يمارسون حرفة التجارة في هذا السوق العريق. أنا اسمي سيف بن سعود بن محمد الفرقاني من ولاية نزوى، وولدت فيها، بل وآبائي وأجدادي ولدوا في هذه المدينة العريقة. وقد زاولت مهنة التجارة منذ 40 سنة، أي تجارة هذه المشغولات اليدوية الفضية، والحمد لله أمورنا ماشية على ما يرام. وقد كان والدي يشتغل الصيارة أي المصوغات الفضية بنفسي، وتعلمت منه، ولما توفي ظللت أشتغل هذه المهنة لمدة 20 عام، وبعدها تركتها واشتغلت في التجارة، والحمد لله أمورنا طيبة، يعني ماشية على ما يرام. تاريخ السوق والله تاريخه تقريبا من 400 سنة سوق هذا القديم، يعني بني مع القلعة، والقلعة من بنيت 400 سنة، فبني معها السوق هذا مع القلعة، والسوق القديم الشرقي هذا مبني مع القلعة. أما السوق الشرقي على ما تشاهد ظل هو ويحاولوا يرمموه، أما هذا جدد من جديد، هدم الأول هذاك القديم وبني غيره. أهم الصدمات هي بالدرجة الأولى الفضيات، مشغولات اليدوية الفضيات يعني، وبعدها السعافيات، وبعدها النجارة، وكثير من الحرف فيها نزوة، كثير من الحرف، لكنها أكثرها ما تشغل في السوق هذا، منها النجارة ومنها الحدادة انتقلت إلى مكان آخر، وأما بقية الحدادة الخفيفة فموجودة الآن في السوق موجودة. وتتفاوت أسعار المحلات التجارية في هذا السوق،
وذلك حسب موقع المحلات وحركة التجارة فيها، ويعرف اليوم هذا السوق بالسوق الشرقي. وإلى جانب سوق الصنصرة توجد عدة أسواق، أهمها السوق الغربي وسوق الخضار والفاكهة. وأخيرا قامت حكومة السلطنة بترميم السوق الغربي وإعادة بناء سوق الصنصرة ليكتمل نموذج القلعة القديم والأسواق القديمة التي كانت حولها. وبالرغم من مرور مئات السنين على انتشار سوق نزوة، فلا يزال هذا السوق يؤدي دوره في الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني العماني حتى اليوم. وأضفى عليه قربه من قلعة نزوة الشهيرة، أضفى عليه طابعا تجاريا خاصا، وأصبح اسمه لامعا ليس داخل السلطنة فحسب، بل وعلى المستوى العربي والأجنبي.